وزيركا وزارة دا أمريكا قدها حكومة دا فدرال كصوماليا مداري محمد أحمد شيق علي دوديشي وكهد ليي كولان كرد عي مقدشو يا ورع سبكا صوصاري قلوفكا دقال اي كردن كاك واحدة الشباب ويسكو قرب سنة يان عيدة مدى الدولة دا كوا آتميز يا شعب كديغان كا لاسي أولا دوني يي إن الشباب قبيهان لغا سيفي يدالكا دوديشي يا شاعك قادي إن دولة دا فدرال كاه صوماليا أي ديار قرو حوغان وقو جرتي تضوو بلود إيه لصودا فيسي لو وچه وچه غلبات إيه دقال كردن كاه كوحدة على الشباب وحوو خوستا كحريقي إن عيد مدى الدولة دا أي سي حوغان او ديار قرو بين وحانا او سيدو كلا وزير كأمنيغا خوستا كحريقي إن هاتن لدياري إسلاماركانا لقلبي إلا شن إيه طبان كون او أسكري او كقب غليا دقال كعلوس إيه كردن آه كوحدة على الشباب إلا الدوني إن قبي هامبا سند كان إنتا آنور دامان لغوصو أفجرو الشباب ديغا ندا إيه كغسو غيهين واسيدو او هادل كاو ديغي محمد شيخ علي دوديشي وهذا الكيسي سي وتا ايا انتا كود داري ان عيدا مدا اي هاتن ادين فريمها دقالك سي اي اوصو افجران كوحدة على الشباب وحالو جري ديار قرهو ان بلا دادو حي سويدين اي ان دولة ديال كيكو مقان تحي دقال دي بحرنت مي استاقين دقال دي بحرنت مي استاقين وحالو جري ديار قرهو وحال دياري اي او لا تبابر اي او لا قلب اي قيبك مدان اي تبابر كجران الا عيدا قارا ايشان اي تبانكم عيدان كاس او صادة سعطان تاني بشي رمضان إلا إيمانتا إزبدل كوين أو لقدر أمنيان عاصمة دو خيب كيحي عيدان كاس بدن كي سياد دو حي آدين فرما هو رأي دقال كأي آدين مارك عيدان كإن لدياريو لقلابيو راشين كيسي داودي سي لدياريو أبابو لقلو ودر رقمات كلا أبابو لو برشو دقيبات كلا جوان لأبابو لو وحاسطان دلال كاس أيها سعودي انت اسكاليكو مكوبنين وزارة أمنية يا هذا كلا دولة حكي شقينا يعني سيدي دولة ديسكا لو وصلنا شرعي شرعية وزارة أمنية وحي دياريسي وحكومة مرسيسي ولا هو سيرة كديونا برلمان كمرسي شرعية هي أدا سردونكا شرعية هي أدا سعدالكا شرعية سعدالكا يشرعية على الجحسدة أفرطات شرعي أي وزارة قد بيسي سازرت المانت وحال قرنا يا أرجع إحساها يا نهين وحال قرنا يا شقة ذا يقبلني شو هذا سرتونك شرعي اسمك اللي اسمه هي هذا سرتونك باسمه هذه مقال كذي يقابك بروش يقول في الجلسة آدي آدي يوسف بدله ودكتين بوليس كوف صاحب لي هاي شعبك ومدى داليا سهد أو مدى داليين دمبيدة كشقيان يكرتك دمبيدة وحكي شقيان دتك بعدها إني ساقطان waxay sugan oo dagaal galaan argagixisada markii soo weerarto intaas kaliya kuma ekee waxay ka shaqeeyaan oo dogtihiin imtixaankii ugu dambeeyay oo hadal darad lagu dhawaaqay natiijadiisa ilaalintiisa ayaa qayb ka ahaa hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada Dhuuse Mareeb isagoo halka u gaaray si uu kaga sii hanaqaado soo gabagabeynta wajiga koobaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee la doonayo in lagu qabto deegaanada ama degmooyinka Ceelbuur, Galhareeri iyo deegaanada hoostaga gobolka Galgaduud si kastaba ha ahaatee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa taliyaha guud ee ugu sareeya ciidamada qalabka sida waxana uu haatan doonayaa in uu hoggaamiyo wajiga labaad iyo gabagabada wajiga koobaad dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho